النهارده بقى هعمل لكم ايس كريم للناس اللي خلصت امتحانات. الناس مين اللي خلصت امتحانات؟ تعال محل وقول لي عبد الله فرفشني. هقول لك تعالى لي انا هفرفشك. قول لي عبد الله الامتحانات جابت اجلي، انا هروق عليك. تعالوا معايا. فلو انت الامتحانات جابتلك اكتئاب انا هفرفشك. كلمة السر تعالى وقولي فرفشني يا ببلاوي. كلمة السر ايه؟ فرفشني يا ببلاوي بس، وسيبني وانا هفرفشك. انا عارف ان الامتحانات جابت اجالكم والله، فعشان كده ابو ناصر هيروق عليكم. بقول لك ايه؟ كل